السلام عليكم الحبايب ديالي، وصباح الخير ومساء النور. كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. بلغوني شي جليل بات وما هادو، وحده ليلي وحده لوسي احسان. هذه ديال لوسي احسان، عملتي الله حطيت فيه واحد ستوري هيدا في انستغرام. الناس اللي متبعيني في انستغرام غيكونوا شافوه، ديال واحد البنت يعني في من طنجه. صراحه هاد الجليل بات كيحمقوا، لا شتويين ولا اي حاجه بغيتو، يعني هي كتمشي على حسب الفصل ديال السنه، على حساب الشتوى على حساب السخانه. ايوا مع دابا نتوما عارفين مع الحمال وداك الشيء، بغيت شي جلبه هيدا نبقى نخرج بها يعني من غير السراول والفوقانيين المنطوات. صراحه كنبغي هيدا نعينكم باش السبيطار يكون هيدا مشى بحال دابا غنطلع مسافره نهار وغنرجع بحال طلع في الصباح وفي العشيه كنجي. صراحه كنبقى هالمنطو هادي اللهم بنادم يلبس جلبه مره واحده ويزيد. نتوما عارفين بنادم دابا ماشي كيتقال، بنادم كيتبدل. المهم الحبايب ديالي قول لي بعدا كيجي. هذه ديال لوسي احسان، عملت معها انا كنت عملت معها الجل للشن في الكحل، وعملت حتى في الكريمه، ولكن صراحه كاملين جاو مزيونين. ولكن انا من هانت يا احسان عملنا الاحمر. جات مع الاحمر كيجيو مزيونين، وقرب لما بنتي وريلو انتما الصراحه فنيونين كيجيو. كيجيو قصيصرين، يعني هي ملي كتهضر معاها كتقول لك واش بغيتيهم طوالين ولا قصيصرين، كتقول لك سرد يعني الطول الوزن ديالك اللي بغيتي انتينا. انا بغيت مخصهم بغيت نمشي طوالي حتى ما بغيت يعني نبقى مشاو انا كما كنقولوا الصرابط. المهم غنقيس الثانيه ياك، وليك الساعه ساعه نرجع معكم. قولوا لي كي جاتني الحبايب. هذه هي الجلابه الثانيه، هذه هي الجلابه ديالي. قولوا لي كي جاتكم، صراحه انا عجبتني. كي جاتني يا بنتي؟ جاتني مزيونه يا مالي برجوسك كتحمق تقريبا، فهمتي الالوان؟ المهم ما تقولش على سبيدو على السطوال، خاصنا نقيل الميديات ما يكون عندي بصح مع ليبو. عادي عادي عادي. المهم انا تخيط لك حاله. ياه تسكن بحاله؟ نخيط لكم اولادي ماشي مشكل. واعرين ان شاء الله. صراحه فني فني. المهم حبيبي يا ولد سنه صار. هاي 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 كي جيتك؟ طلعت فرنسا. كي جاتني؟ بصح والراحة. الله يعطيك الصحة. بصح ولدان جبت له البيضة، شي خلي تجيب البيضة، نتوما البيضة بلدي البارفان سي باعها في الار مسكينة. وتسالي بعد فيديو دار كنت صور ديك الساعة تشوف منقطة منقطة كاملة. بالعكس هذه نهار نهار بارك مسعود بيبي ولدتنا. بارك لنا بيبي ولدتنا، خصهم يباركوا لنا بيبي ولدتنا خير ولدت. بصح الله جاتك جاتك الجلابة واعرة. جات واعرة مع ديك البوطة فيها الكريمة والبيض. جات واعرة والله. تو اجي 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 جابك الله، طلع عليك الباليزة خير حط طرفك. صافي انا والله الا جابك الله. انا جمعت فيها الحوايج اللي ما ايه هافي حطها فين اللي ما كيتلبسوش شي. مع انتم عارفين دابا يلاه تقيله تقول فيها الشجا. دابا يلاه الصباح خصني نحيد الحوايج اللي عندي منشورين في وفي السطح مع الجو. هذا الصباح صباح مغيم. انا اصلا ما خصهاش نبقى نعملهم هنا، يخسروا الديكور ديالهم. وفي نعدلو نشوفوا البلاصه من الدار قريبه التسع. ما فيش من بلاصه من الدار عند بلايصكم كلها عامره. شوف شحال هذه قلت لك عدل لي الموطا من الالومنيوم. صافي مشات باش يتعدل نجمع فيه البوالز. ما فيش الالومنيوم نعملوا كل شيء. السلام عليكم. دابا اول حاجه غنبدا بها هي نعلق الجلبات ان شاء الله. هذه الا جاتنا جات في العطلات شهر واحد، حيت ما باقي شي بزاف عديها لها، ولا الا جات هي في شهر واحد. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، عطونا رايكم في هاد الكشطه. هذه الصراحه ديال ماما. ها انت يا ماما عاد التكشطه ديالها، ديك النهار نسيت ملي كنت ما جاي عندك ما جبتهاشي. براندا خدمتها على حوريه العائلات فدوا اختي الكبيره. ها انتوما شوفوا تبارك الله، شوفوا لا خدمه عندها صراحه في مرتيل. عندها الخدمه صراحه واعره. هي اللي خيطت لي التكشطه ديالي انا ديال الثليجه، هذيك اللي في الليموني التوب جبته من عندها الصراحه، كتبيع حتى التوابت جبته من عندها وهي خيطاتها لي. وهذه الثوب ماما جابوا لها جل الخي من اسبانيا. ها انتما من تحت عدلاتها لها قربه بنتي، خدمتها لها براندا من تحت، يعني القفطان كله هبط براندا. يعني كما كتشوفوا ماشي براندا اللي هي غليطه ولا ماشي اللي كرقيقه معوطه. وهذه هي كقالت لنا زعما شمن راندا نعدل لها، قلت لها عدل لها بحال ديالي ولكن ما تعدلهاش غليطه بزاف. هذه على حسب العمر ديال ماما انتما عارفين. ان شاء الله تكشط هذه عاد تشوفوها ماما. ماما لابساها في السبع ديالي لكتب باذن الله وحفظه. ان شاء الله تنكم باش نديها لها. علقت هنا الصراحه خصها هي من جبتها طواتي على شحال وقعت في المكه ما نفتحت حتى جبرتها تكمشت مع امايا. حنا في السوق هنا امايا تشد وما بقاوش عندنا،
ايوا ان شاء الله يا ربي يقدر ما يمشي يديها لمحمد خايف تطوان ولا الشاون ولا اي مكان ويحد الداله. انا علقتها هنايا باش تبقى هيدا مطلوقه. ايوا صافي غنعلق جلابه احسن عاوتاني. صراحه المنطوات ما نجبر فين نحط والله نجبر تبارك الله المرايو عامر وما نجبر فين تحط. صافي هادو جلباتي والقنيضره ديالي هنا ماشي كلشي هادو عيد اللي كنلبس هيدا بحال دابا كيجي شي سبع على غفله بحال دابا ما كنكونش عارفه ولا بحال دابا كيكون شي حاجه يعني كنجبر هادو مراش كنعلقهم مع حنا امايا هنا ما كايناش يعني باش ما يتكمشوا لي شي. هذه جلابتي عاوتاني حتى هذه جلابه يعني هادو ما ديال الكريب هادو ما ديال الصيف يوم الربيع. ماما شحال عندها د الجلال بالقنادر العالم الجلال اللي عندي انا. ها انتم دابا انا مديك شوف هاد الحوايج غنخرج هادو الحوايج يلاه داك كنت دخلت من السطح هادو عيشنا باش نطويهم. مشي انت سلسلت الحوايج اللي في السطح تبارك الله ماشي التزبن يوميا هكاك الشبكه مروه ها الشبكه ها وريها بنتي وري الحوايج الحوايج من السطح هذا مثل الحوايج من السطح راهم تبارك الله الحوايج والله الا كيقوى روعه هما يا خوت شو دابا هذه لاب السباره حاول تصبن خاصني اي حاجه يعني اللي اللبسه اليوم خاصني غدا نصبنها باش الحوايج ما يقواروش. وعن الشارة اللي كنت شريت كلشي كتقولي ويصال شريتي عن الشارة ديال الحديد كخصك تشريها ديال البلاستيك ديال البلاستيك جاتني رقيقة يعني غدا نعمر عليها الحوايج ود ما عرفت تقراد ولا ما نعرف. هاد الحوايج ديال مريم بيجامة مريم ايوا الحوايج يا خوتي الا ما تصبنوش سلتها من الحوايج اخويا سلت مازال مكنلبسوش انا دايما كدير المدرسه كيكون عندي سبور ما كنشوفكشي والله الا ملي كيكون عندي سبور كندير والله انا عندي بزاف ديال التناظر عاود كل مره شنو كندير السبور والله الا ما كنشوفش مرا كندير هذا الزرع نوريكم البيت ماشي تبدل البنات البيت ديال الزوافريه لا ماما هو مخمل بوليني حنا كنلبسو بزاف كيدرو اصلا بوحدو لا يا بوحدو حنا خصنا اللي كنرونا حيتاش الحوايج من كيجيو ما كيرجعوش يكون حاجه في الموطه ديالها لا بدر اوتوماتيك والله حتى نعمه قسما بالله لا نعمه. احسن حاجه اللي عدلتها بهذيك في الدار كامله هي هاد لابادوره هذه اللي شريت كنت الصراحه كنتعذب بزاف من بعد ما سينا الطوي ديال الحوايج ديالي وديال علي جمعنا الحوايج ديال مروه ومريم هاك هذه علقه واجو معايا لهذا البيت نشوفوا كيفاش عندهم هذا البيت اجو الحبايب عقبب وغاو يقولوا لك واك على كنا غير كيمان اجي انا اجي فرق الحوايج ديالك انت اختك يلا مامك لاباس عليها سالا الشغل سالا التجيار. السلام عليكم مشاهدين كنتوما لاباس عليكم بخير مزيانين نتوما كما كتشوفوا دابا قالت لي ماما شوي امشي جيب شويه شيبه هي باش تغرس ماما ياك ها هو كل حلوى انا كتعجبني سبحان الله واخا هي عي السكر ولكن كتعجبني هالحلوة هذه الحلوة ديال الصغر حنا كنا كنحماقوا عليها من كنا واقيين ستوين والله بقى عقله تناكل ديال البلاستيك ديال الكومه كنا كنقوروهم ومن كانوا كيجيو كنا كنعطيهم السنادل كانوا كيعطونا الحلوة هذه السلام عليكم صافي ديك سنه عندك شي ها الميكا ها قبط هيدا بلعتي قبط ها الميكا انا عندي شله ميكا ها
يلا قبض دابا ها. انتما عملتها في التوبينه صراحه راني ما شاك ناكل فيه. هاك ماما عقد الحريره لا هي شهات صافي. هاك اعطي هذيك محمد ورد الزيت اعطيها لك باج. سلامة سلامة سلام عليهم. ديا حلي نجو مزيوان ما بارد ما صلاتو على النبي. هانتوما تبارك الله انا دابا دورا كتقي الخدامه والله انا كتقي الخدامه تقول عندي 10 ديال العواهي ماشي عندي غير جوج وايا الاغلبيه دابا على الحوايج ديال مريم ومروه هما اللي هنا صحي الجيري انا كنت نشبتو هوزا بنتي ميك اللي هادو دابا غنخلي هاد الخدامه وخصني نسيق الطواليت مسكين من بعد ما كيت مي كنصبن كيرجع مواد صافي على ديك الماء وديك الجوسه هاو دابا مروه جابت الصابون فين وصلتو يلا طويو دابا طويو هالفضيحه اللي عندكم في هذا البيت. مريم انت كليتي هادياك كانت بقى ديالي نعم ماشي انا اللي كليتها طبعا المشاهدين هذه يا صباحية لا هي في السطر وسكت وقلي كنصوروا انتم تبارك الله شوفوا ها اختكم يلا ما شبت لي يد العود والله الا باش غدا ان شاء الله باش عانفني عقب دخل الشتاء تبارك الله الطقس بين وغدا الشتاء دخل تبارك الله الله يرحمنا يا الله سبحان الله يلا خرجينا انا ويا هذا باش ندخلوا العود للفرن والله الا يلا ماشي على حساب باش الا جات غدا الشتاء رحمنا الله لا يتفزك شي العود كامل وثلاثه الخبزات كيجيو صيفطه جميله صيفطه جميله شكرا مرات كريم وكريم والوليدات وشد لك ربي في الصحيحه والله يشافيك يلا حماسه يلا حماسه حماسه راه الزرع الخبيزه واعره شوف ها انتما تبارك الله شكون ما كيبغيش الوصال ها الخبز ما جا ها الخدم ولا انا ما جي ها فراش بلدين ما جي تقيها عام مزيانه هي مساح دابا شوف وبعدك يطلع لنا البون ديالنا والجلبان فكرني الشجر باقي هذا الشجر هذا خصني ندور عليهم دابا الخدمه واخا العشيه دابا عندنا العواد هنايا حتى البير باش نمشيو نطلعوه باش نطلع شي حاجه لهنايا باش ندخلوه لهنايا نخبعوه في الفرن الى صبحت بالشتا وحنا ناعسين ما نوضوش كنجريو في الصباح لان البوري خصنا ندخلو العود ونتفزقو عاك وعندنا العود هنا الى صافي كنت ما باش ان شاء الله طيب شي حاجه يكون العود كامل بغيت نطيب شي حاجه في الفرن غدا ان شاء الله ما هو الكانون ما ماكش برد دابا انتينا باش نحط هنا نشوف شي حاجه ديالها انتينا جيب العواد الراجل قرعتي لا قرعنا هذاك المليح وتوفى عيب الله راجل قراع غير بعدا قبل ما صافي راجل فهاد عليك ترى الله يرحم يمك صافي هذاك توقع فينا يا انتم ما تبارك الله حقلت باغي دزلاق هذيك ثقيله سبرديله انطيك هاي السنداله هاي في رجلي فيني هذه اللي في رجلي ما نعرف حاول مع لا السنداله حارشه السنداله حارشه راه شوف جربوا ها السنداله حارشه ها راه فرده فرده راه شوف هذه واقيلا عاد تلف لي انا عندي في الطاشر تاع صغيره والله ما نعرف هذيك بلاتي بلاتي بحال واحد حيت تقشر لي انا شتي دابا هي قشر انت دوز معاه صبي على راسك لا شي كبدي انا مكحد رد بالك انت شويه شويه لي الله يعطيك الصحة حيد على حيد منك حيد منك أنا بكبيرة ياه أنا ما سيرتها شي
ادخل. شي حاجه اللي عاود يغمى. ها هو هذا برك. هذا؟ اه عندي وعاد شي جويجات من هنا باش لوقع عملنا شي حاجه وصافي. لا هي فوق شرختك دخلة عند خوتها. طلع طلع والله الا اجيب لها بعد اجري عليه. شوفي ماشي عندك طيح الراجل بشويه. هي مسكينة كنا خصها تدخل عابد هو دابا صافي عاجل خليه تال نعس. اش عندك دن اش عندك الطح تما وقف ضرد بالك القله هاي تحشت مع رجلك مع رجلك عندك القلة. الله بطل الله لا راح الله سخنتني انتي عرقتي ماشي عسخنتي ماي الله حق عمرتي راسك شوية اللي عصب عليه هذا اش مزيان الفرن مظنك صافي عتم وخلي صحن باش ما نبغي نحميك يكون حاج كل هز لي واحد العويدات من تما راهم غلاطين باش ما نجي نحمي يكون العواد كاينين انا بخصم تفشدوا شقه واي ساعه نفشدوهم كما كتشوفوا هذه هي الدوره ديال السطح اللي عندي هنا ملي كل شتاء باش نبقى نعدل فيها النشار يلا جيبوا هذيك الحوايج اللي من السطح سلتوها كاين اراوها مريم بالحفا القي والسناد هذا الصحاب ما نعرف يعني الحوايج اصلا هما ناشفين دابا دروك تخرج الحوايج ناشفين اي والله ما نعوطو فنشرو ونخليهم هنا ينشرو هذا المريو عندي ديال ملاطي ها نتوما دابا انا عدلتهم هنا زعما الصراحه والله الا نشرا الا واعره كدهوز الحوايج اجي واخا حتى الا طاحت الشتا ولا شي حاجه يكون نشرا جويه اه شفتي بنتي الشتا هادو يلا حيداتهم مروه دابا ولا بادوره مهم الحبايب دابا العشيه الصراحه من بعد ما تغدينا نشوفوا شنو عملنا اليوم الغدا حتم نكون حمص بالمرقه يا لالا وما ادراك ما حمص بالمرقه صراحه ما بقاش بزاف غير شويه ايوا دابا ان شاء الله غنشارك معكم العشيه ديالي من بعد ما المهم طلق المرض ادنت نعدل العشاء طيب ايوا ساعتين نجلس باش ملي يجي وقت العشاء كون عندي العشاء واجد عاد ان شاء الله واحد جوجه محمره تشهيته انا اي حاجه سبحان الله كانت تشهاها والا كنعدلها ما عارفين اختاركم انتما عارفين اختاركم شوف والله الا ما كنتش نعدلها عجت لي بالي قلت ان صافي يعني تشهيته نوض نعدلها صافي يعني ملي كيكون عندي هيدا المقادير في الدار ولا عندي هيدا الدجاج ولا شي حاجه نوض نعدلها بعد ما دخلت فيها الليقامه تعيب هاد النشره اللي ديت ليا الصغيره نعمل الزيت ونطيح البصله نجبد دابا ديك البصله ونطيحها فوق منا باش يطيب يطيب لي الدجاج مع البصله مره واحده ومن يطيب الدجاج عاد غنطيح سر الزيتون والليمون حيت اصلا عندي الدجاج مغسول بالليمون ونطيح الليمون مصير خدمتي الشيء زعما والله الا عرفت حتى حيت تعليم خاطسي ها
سخنتي بعد درت كنقه صح والله الا درت شي كنقه انا كنخدم انا كنحتاج النقود فيها شويه الله يرحمها يا ربي الشاب طوفك اش كيجي في التصويت مش مشكلة هادي ما عارفين عند البابا انا غسلت هنا البطاطا غسلتها مزيان باش عندي هالفران نشويها دابا كنحك شويه ديال زيت البطاطا باش ما قطعتها زين ولا الاعشاب منسمه اللي عندكم عندي دابا النفحه نبدل دابا شويه ديال الابزار لا ماشي الابزار شويه ديال الابزار شويه ديال الكيمون شويه ديال التحميره قطره ديال الزيت ودابا غنخلطها هي ماما يدك مش عارفه خلطوها مزيان نجيبو هاد الضويمة حتى هي نطيحو هاد الدوب هنا من بعد ما طاب الدجاج دابا نحط الليمون مصير بغيت يجيني شويه ديال الحموطه هانتوما دابا غنعمل الراس ديالي هنايا والزيت ديال الراس غنطفو دابا الدجاج اللي خدام كيتحمر صراحه الفران عشته خدامه ما غاداش نخرج نمشي للفرن شتا الحليب بدات في الليل الحمد لله اللهم لك الحمد هادي الدغميره ديالي هاهي تينيه والضغمة بطيطي الزويتين ديالك كل شيء حامت العصير ديال لافوكا ايوا وصافي دابا هنا عدلت اش واش نشربوا العصير ديال لافوكا مع وما كاين شي مناضه بيقولوا لنا ويصال مناضه اش بانكم شي مناعه الغازه تاع كدفخني انا بال انا بغيت وهنا عملت بطاطا هي تشوات اوه هذه هي هانتوما ايوا صافي العشاء ديالنا انا عدلت العشاء صراحة شحال هذه ما تهلت فيكم هيدا؟ الله يعاونك. ياك. الله يعاونك تهلت فيها بالله شكرا. أيوا. واو كيفاش جات هاد الطاطا؟ جات واعرة ياك. بسم الله إلا جات واعرة. على حساب الفران عندي برا والله الا عقصنا خرجنا نعمل البطاطا برا ولا الدجاج نعملو في الفران لا هنا في البريصاج مزيان ودابا مريم راها نعسه نمشي نوضه ولا بنتي نخرج تتعشى وديك ساعتين باش ترجع تنعس مروه هاي كتفرج ولكن نجي كيتشوف شوفي كيتشوف صافي هبدا بقى كل شيء نعمل العصير شو العصير واخا صافي تعطري زعما خليته للطابلة تطلع ونعمره نعمره وندي كل شيء معمر كيفوز 4 الكيس عرفتو ويصال هاد الايام رجعت مدمنه على لافوكا وعلى اتاي وربي السلام لافوكا واتاي رجعوا لها في الدم لا ساعة طحن لافوكا ملي كتسالى لافوكا جيب لي لافوكا صنع لافوكا عطى على السوق عام نجيب 3 كيلو ولا 4 وبوحده ما كنخلطش معاها البنان ولا التفاح لافوكا هي بوحده اصلا لافوكا كطحن بوحده الا بغيت تسفر لافوكا ما خلطتيهاش من لافوكا كتبقى صافي خلي ديك شويه الضخميره تما صافي اصلا بعيد صافي دابا نمشيو نحطو فوق الطاوله يلا مريم وانو نوضي ويلي ما يمها كدوز بوحده وهي نعسه ونوضي مع ماماك نوض يلا نوضى بنتي قلبي بالعيله سنتوفا مريم مشي نوضة قلنا جي مريم عفل بيتي عفل بنتي يلا جي العشاء واجد نوض قطعنا الخبيز الراجل قطعنا الخبز سمعتي الخبيز شنو قالت الخبيز يجيكم بطاطا يعطيك الصحة ها اللي بغى الحار ينوض يجيب الحار لا ما خصنا بوحار بسم الله
باش الحركي كيل الدودوبي. بسم الله. مهم مرحبايب ديالي، نتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله يا ربي غدا شي فيديو واحد اخر. سلامة سلامة.